الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن دروسنا في هذا الترم إن شاء الله سبحانه وتعالى ستكون استكمالا لما بدأنا فيه من شرح للعقيدة الواسطية بعد انقطاع طويل دام لحوالي 5 أشهر. وقبل أن نبدأ في درس اليوم، نأخذ استذكارا سريعا بأهم الدروس التي مرت معنا في الترم الماضي، ليكون هذا الاستذكار رابطا لما مضى بما سيأتي بعون الله سبحانه وتعالى. في البداية تكلمنا عن سبب تأليف المتن، وذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله سبحانه وتعالى أتى إليه أحد القضاة من أهل واسط، أتى إلى مكة حاجا، فمر على في طريقه إلى الحج على الشام، وأتى إلى شيخ الإسلام رحمه الله سبحانه وتعالى وطلب منه أن يكتب له مؤلفا في العقيدة. فاعتذر شيخ الإسلام في البداية وقال له إن المؤلفات في العقيدة كثيرة وموجودة، فليأخذ منها ما شاء. هنا اعتذر شيخ الإسلام، ألح السائل على شيخ الإسلام فكتب له هذا المتن في العقيدة الواسطية. وذكرنا أن العقيدة أعم من التوحيد، لأن العقيدة تتطرق إلى جميع أركان الإيمان وما تميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم في مسائل الإمامة والصحابة والإيمان، فهذه مسائل ليست من أصول الإيمان لكنها تذكر في كتب العقائد، لأن أهل السنة والجماعة تميزوا بها عن غيرهم. ثم ذكرنا أن الشيء الذي أخذ النصيب الأكبر من كتاب شيخ الإسلام رحمه الله سبحانه وتعالى هو الحديث عن التوحيد، وذكرنا أن التوحيد ينقسم إلى 3 أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وذكرنا أن من العلماء من يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. ويدخل في تعريف المعرفة والإثبات الربوبية والأسماء والصفات، لأنها جميعا تتعلق بالله سبحانه وتعالى، في حين يرى أن توحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية، وهذه لا إشكال فيها، قسمة اصطلاحية لا إشكال فيها. الخلاصة أن المضمون واحد. ثم بعد ذلك ذكرنا معنى التوحيد في هذه الأنواع، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. بعد ذلك دخل شيخ الإسلام رحمه الله سبحانه وتعالى في الحديث عن توحيد الأسماء والصفات، لم يطل في الحديث عن توحيد الألوهية، ولم يطل في الحديث عن توحيد الربوبية. لماذا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لحاجة السائل، حاجة السائل كانت تقتضي أن يطيل في توحيد الأسماء والصفات، فأخذ شيخ الإسلام رحمه الله سبحانه وتعالى يذكر حديث الأسماء والصفات والأدلة عليها. ذكرنا فيما سبق أن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الصفات الذاتية. ما معنى الصفات الذاتية؟ هي الصفات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى
بذاته لا تزال ولا تزول، يعني هي صفات أزلية أبدية، تقابلها ماذا؟ الصفات الفعلية. الصفات الفعلية يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء إذا أراد. هنا صفات ذاتية مثل الحياة العلم، الحياة والعلم، علم الله سبحانه وتعالى علم ذاتي، حياته حياة ذاتية. الصفات الفعلية مثل الصفات التي تأتي معنا كالرحمة الغضب، ما معنى فعلية؟ أي يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء. وهذه الصفات الفعلية تنقسم إلى قسمين، فعلية لها سبب وفعلية ليس لها سبب معلوم. الفعلية التي لها سبب مثل المحبة، فالإنسان يحبه الله سبحانه وتعالى متى؟ إذا صدر منه عمل صالح. يكرهه الله سبحانه وتعالى ويغضب عليه متى؟ إن صدر منه عمل سيء. الصفات التي ليس لها سبب معلوم الفعلية مثل النزول، فهو ليس له سبب ظاهر. ثم بعد ذلك تحدثنا عن المناهج في التعامل مع نصوص الأسماء والصفات، ذكرنا أن المناهج ثلاثة، تنقسم إلى ثلاثة مناهج. المنهج الأول منهج المشبهة. ما هو منهجهم؟ إثبات الصفات مع الغلو في ذلك إلى درجة التشبيه والتجسيم. يمثلهم من؟ الكرامية، يثبتون الصفات ولكن يشبهون الخالق بالمخلوق، علم الله يشبهونه بعلم المخلوق وهكذا. المنهج الآخر المعطلة. ما منهجهم؟ ما معنى المعطلة؟ ما معنى التعطيل؟ التعطيل هو التفريق والإخلاء. يقال بئر معطلة، أي فارغة لا شيء فيها. جيد عاطل، أي خالي لا حلي فيه. المعطلة لماذا سموا بهذا الاسم؟ لأنهم فرغوا نصوص الأسماء والصفات من مضمونها، يعني نص الأسماء والصفات يدل على معنى، أتوا إلى هذا النص فرغوه من المضمون، لم يعد دالا على صفة الكمال لله سبحانه وتعالى. وأيضا فرغوا الذات الإلهية من صفات الكمال، لم تعد لها صفة كمال على منهجهم. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى المنهج الثالث، وهو منهج أهل السنة والجماعة. ما منهجهم؟ يثبتون الصفات إثباتا بريئا من التمثيل، لا يكون مثل المجسمة والكرامية، يعني ينزهون الله سبحانه وتعالى تنزيها بريئا من ماذا؟ من التعطيل. فهم جمعوا الحق من أطرافه، آمنوا بمعنى قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلم يثبتوا كيفية للصفات كما فعلت المشبهة، ولم يعطلوا النصوص كما فعلت المعطلة، بل قالوا ليس كمثله شيء رد على المشبهة وهو السميع البصير رد على المعطلة. وذكرنا بعض القواعد التي استدل بها أهل السنة والجماعة، نشير إليها إجمالا. القاعدة الأولى قالوا يستحيل وجود موجود لا صفة له. ما معنى ذلك؟ هنا أهل يقولون أن الموجود ينقسم إلى ذهني وخارجي. ما معنى الموجود الذهني والخارجي؟ يعني موجود في الذهن وموجود حقيقة في الخارج. الموجود الذي يوجد في الخارج لا بد له من ماذا؟ من صفة يتميز بها عن غيره، وإلا لو لم يكن له أدنى صفات ماذا يكون؟ عدم في الحقيقة، فلا بد له من صفات. الشيء الثاني واهب الكمال أولى به. ما معنى هذا؟ أن الكمال الذي وجد في الإنسان وهبه له من؟ الله. فمثلا نضرب بصفة العلم، العلم صفة كمال ولا ليست بصفة كمال؟ صفة كمال. من وهبها للإنسان؟ الله سبحانه وتعالى. احنا نثبت هنا قضية الصفة،
أن الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى هذه ثابتة. إحنا نثبت هنا أصل الصفة، أن الصفات لله سبحانه وتعالى، أن الصفات التي للإنسان وهبها من؟ الله سبحانه وتعالى. فهنا يكون واهب الكمال هو من؟ الله سبحانه وتعالى. يثبت له هذا الكمال على وجه لا مثيل ولا شبيه له. ما هو دليله؟ قوله سبحانه وتعالى: ولله المثل الأعلى. ثم القاعدة الأخيرة أن نصوص الصفات معلومة المعاني مجهولة الكيفية. ما معنى ذلك؟ كما قال الإمام مالك رحمه الله سبحانه وتعالى عندما أتى إليه شخص وسأله عن العلو الاستواء، قال له: الرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى؟ قال رحمه الله سبحانه وتعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هنا أثبت أن الاستواء معلوم من أي ناحية؟ من ناحية المعنى. الاستواء معلوم في اللغة العرب، والكيف مجهول. هكذا يؤمن أهل السنة والجماعة بأن الصفة معلومة المعنى، النص معلوم المعنى لأنه نزل بلسان عربي مبين، لكن الكيفية هي التي لا تعلم. يلا اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. واصل الصفحة الرابعة. واصل اقرأ الآيات كلها. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هنا الآيات كلها أوامر من الله سبحانه وتعالى. أمر أولا بماذا؟ بالإحسان. ما هو الإحسان؟ هنا أتى مطلق، إحسان مطلق فيعم جميع الأشياء. الإحسان في جميع أنواع العبادات، فالله سبحانه وتعالى أمر الإنسان أن يحسن في الجميع. يدخل فيه الإحسان بماذا؟ بالمال، بأن ينفق الإنسان من ماله إنفاقا حسنا لا يتبعه من ولا أذى. أن يحسن في ماذا؟ في طلب العلم، بأن يكون طلبه للعلم خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد به منافع الدنيا. أن يخلص في نشر العلم. كيف يخلص في نشر العلم؟ بأن يكون هدفه نفع الناس لا أن يحصل على شيء دنيوي. وهكذا. ثم بعد ذلك أمر الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالقسط والإقساط، وهو ماذا؟ العدل. في الطائفتين إذا وجدت اقتتل طائفتان من المؤمنين فإن الإنسان يصلح بينهما بماذا؟ بالقسط. ما معنى القسط؟ العدل، أي لا يميل لا إلى هذه ولا إلى هذه، بل يكون حكمه عدلا. كذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالاستقامة. للكفار ما استقاموا لنا، بمعنى ماذا؟ أنهم متى ما وفوا بعهدهم ولم يحصل منهم الغدر والخيانة فإن الواجب على المؤمنين ماذا؟ أن يستقيموا لهم. وهكذا وقعت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عندما عاهد كفار قريش على الصلح لعشر سنين استقام لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكث ولم يغدر صلى الله عليه وسلم، إلى أن حصل الغدر ممن؟ من قريش. فهنا انتهى الصلح. ثم أمر سبحانه وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباعه صلى الله عليه وسلم يكون باتباع ماذا؟ السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
لماذا يجب علينا اتباع السنة؟ لأن لأي عمل شروط لكي تكون مقبولة، وهكذا الأعمال الدينية العبادات، فلكل عمل شروط كما ذكرنا. شروط العمل يشير العلماء إلى أنها شرطان: الشرط الأول الإخلاص. ما معنى الإخلاص؟ أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، فلا يكون العمل المبذول لوجه الله العمل الديني مقصود به الرياء، لقوله الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هنا إذا كان العمل فيه رياء يكون مقبول ولا مردود؟ مردود. منها الشرط الثاني ما ذكرته الآية هنا: اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فأي عمل كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى ولكنه لم يكن على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون مقبولا أم مردودا؟ يكون مردودا. مثل ماذا؟ إنسان صام يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى، صام مخلصا لله سبحانه وتعالى، هل يكون عمله مقبول ولا مردود؟ مردود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالخلاصة أنه لا بد للعمل لكي يكون مقبولا من إخلاص النية بأن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وفي تفريعات ليس موضعها في القبول، في هل متى يقبل فساد النية إذا كان متعلقا بأول العمل أو آخرة. ثم الشرط الثاني المتابعة. طيب لماذا بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى علل هذه الأوامر بماذا؟ بالمحبة، إن الله يحب المقسطين، يحب كل هذه الآيات فيها إثبات ماذا؟ صفة المحبة. ولأجل ذلك ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله سبحانه وتعالى، ذكر هذه النصوص لماذا؟ ليثبت بها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. هي ماذا؟ صفة الرحمة، وهي من الصفات التي حصل فيها الخلاف، فوجد من الناس وهم من يسمون بالجهمية، ماذا فعلوا؟ أنكروا أن الله سبحانه وتعالى يحب أو يحب، يعني الله سبحانه وتعالى لا يحب ولا يحب. لماذا؟ قالوا: المحبة لا بد فيها من مشابهة ومجانسة، يعني أنت الإنسان زيد يحب عمر لكي يكون بينهما شيء معين مشترك. هذه شبهتهم، هل هي أنكروا أن الله يحب أو يحب؟ يعني نحن الله سبحانه وتعالى لا يحب عباده وعباده لا يحبونه، ما معنى ذلك المحبة عندهم؟ قالوا: هي الثواب، يعني الله سبحانه وتعالى يحب المتقين بمعنى يعطيهم ماذا؟ الجنة، هذا هو معنى المحبة. طيب العبد يحب الله بمعنى يطيع الله، وأنكروا المحبة لماذا؟ كما ذكرنا الشبهة التي وقعوا فيها. كيف يرد عليهم هذه الردود؟ أو نأخذ الشبهة القضية الثانية، الأشاعرة، قبل أن نرد. الأشاعرة أنكروا أن الله سبحانه وتعالى يحب، لكن أثبتوا أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يحب. الجهمية الغلاة أنكروا ماذا؟ المحبة من الخالق والمخلوق. الأشاعرة أنكروا المحبة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. لهم شبه مثل أولئك، أولئك قالوا أن المحبة تقتضي المشابهة ووجود شبه بين المحب والمحب، فأنكروها. الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين خلقه شبه، فلا يحبهم ولا يحبونه. هنا الأشاعرة
أنكروا أن الله سبحانه وتعالى يحب لكنه يحب. شبهتهم ما هي؟ يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لم يثبت العقل له هذه الصفة. الصفة إثباتها عندهم موقوف على ماذا؟ على العقل. أهل السنة والجماعة يقولون الصفات إثباتها قائم على النقل. الأشاعرة يقولون إثبات الصفات قائم على العقل. فالله سبحانه وتعالى لم يثبت له العقل هذه الصفات، هل نثبتها أو لا؟ على مذهبهم يقولون لا. لماذا؟ لأن العقل لم يثبتها. الآن نأتي إلى الكلام عن شبهات هؤلاء جميعا. أول شيء نقول أن الأدلة العقلية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والآيات القرآنية تدل على أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يحب ويحب، مثل الآيات التي ذكرها زميلكم والأحاديث الأخرى، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وفي الحديث أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وقبله كتاب الله سبحانه وتعالى، كل هذه النصوص تدل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى يحب. والواجب علينا أن نؤمن بالنصوص على وفق فهم السلف، وهذا هو الدليل الثاني. ما هو الدليل الثاني؟ أن السلف رحمهم الله سبحانه وتعالى والقرون الأولى خيارها وأئمة المسلمين كانوا جميعا مطبقين على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب. الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان كانوا جميعا على هذا الشيء، وهم أصلا هذه قضية محبة الله سبحانه وتعالى وحب الإنسان لله سبحانه وتعالى هي أصل الدين، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله سبحانه وتعالى. وإلا لو لم يكن المرء يحب الله سبحانه وتعالى فإنه ستكون أعماله جميعا عبارة عن أشياء مادية. فمثلا إذا شخص أحب الرجل الصالح، هو يحبه لماذا؟ لله سبحانه وتعالى. إن أنكرنا أنه يحبه لله سبحانه وتعالى وقلنا أن الله سبحانه وتعالى لا يحب، هنا تنتقل المحبة من عبادة إلى ماذا؟ إلى مصلحة دنيوية أو شيء عادة. وهذا الإنسان يجد أصلا في نفسه شيء يرفض هذا. فأنت الآن تحب رجلا صالحا أو عابدا لا تعرفه، يعني لا تعرفه في حياتك اليومية، قد يكون مات، مثل شيخ الإسلام الذي ألف المتن، نحن الآن نحبه لا نطمع فيه في شيء ولا نخاف منه في شيء، إنما نحبه لماذا؟ محبة في الله سبحانه وتعالى لما قام به من خدمات للدين. فهنا محبتنا له نريد بها ماذا؟ وجه الله سبحانه وتعالى. وهذه يجدها الإنسان في ماذا؟ في قلبه وفطرته، لا يحتاج أصلا إلى استدلال. فأنت إذا مثلا تفكرت في محبتك لأحمد بن حنبل، البخاري، مسلم، الترمذي، جميع هؤلاء الأئمة، فأنت تجد من نفسك أنك تتجه إليهم رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. بقيت الآن الشبهة التي ذكرها الأشاعرة. ما هي؟ أن العقل يدل، لم يثبت أن الله سبحانه وتعالى يحب خلقه أولياءه. هم لأجل ذلك قالوا أن العقل لا يثبت صفة المحبة، فلأجل ذلك نحن لا نثبتها. هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. العقل يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب أولياءه. ما وجه ذلك؟ الآن أولياء الله سبحانه وتعالى تتكالب عليهم الدنيا، مثلا نأخذ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نأخذ قضية واحدة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة الهجرة عندما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، ماذا فعل به قومه؟
اجتمعوا وقالوا نأخذ من كل قبيلة رجلا. القصة لكي يتفرق دمه صلى الله عليه وسلم بين القبائل. هنا الله سبحانه وتعالى أخرجه من بينهم سالما غانما، وذهب إلى مكة إلى المدينة مهاجرا. هذه تدل على ماذا؟ صفة الرحمة. أيضا شيء آخر، العقل. مثلا أنت الآن أناس من أولياء الله أو من عباد الله، لا يشترط أن يكون من أولياء الله أنهم يصومون يوما ويفطرون يوما يقومون الليل، لا، نقصر من عباد الله. أجدبت عليهم الأرض، خرجوا يستسقون ورفعوا أكفهم إلى الله سبحانه وتعالى، نزل الغيث، يدل على ماذا؟ يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى. دل عليها ماذا؟ العقل. هنا يدل على أن لنا سبحانه وتعالى رب رحيم. هذا الرد الأول. الرد الثاني، نقول لو سلمنا أن العقل لا يدل على الرحمة، نقول سلمنا جدلا، هذا يسموه تسليم الجدلي، بأن العقل لا يدل على الرحمة، فإن النقل يدل على ماذا؟ وجود الرحمة. يعني الآن تسليم جدلي ولا ليس صحيحا، ذكرنا أن الرحمة يدل عليها العقل، بس لو سلمنا جدلا أن العقل لا يدل على الرحمة فهو لا ينفيها، بل يدل على أن الرحمة صفة كمال، ويدل العقل على وجوب ماذا؟ اتباع النقل. النقل أتى بإثبات ماذا؟ الرحمة. فتكون صفة الرحمة ثابتة لله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالعقل وبالنقل. ثم الآية الأخيرة التي ذكرها هنا، وهي قوله سبحانه وتعالى: وهو الغفور الودود. ما معنى الغفور وما معنى الودود؟ هنا الغفور مأخوذ أصلا في اللغة من المغفر الذي يلبس في الحرب، سمي مغفر لأنه يستر. عندما نقول بأن الله سبحانه وتعالى غفور، بمعنى أنه يستر خطايا وذنوب ومعاصي الإنسان، يغفرها ويتجاوز عنها. الودود بمعنى المحب. وهذه الآية أيضا في ضمن الآيات السابقة، أن الله سبحانه وتعالى له صفة المغفرة وصفة المودة، وهنا أيضا الأشاعرة أنكروها لأن العقل لا يدل عليها، ويرد عليهم بنفس الأدلة السابقة أن العقل أيضا يدل عليها. قضية التأويل، أول شيء قد لما قسمنا الفرق إلى جهم، أول شيء إلى جهمية وفيها مشبهة ومجسمة وكذلك أهل التأويل. لا لا، الجهمية ليس مشبهة. لا، أهل التأويل لا، وليس يذكرون. أبو حنيفة رحمه الله سبحانه وتعالى يقول: أتانا من خراسان رأيان خبيثان. نعم. الجهم معطل ومقاتل مشبه. نعم. يعني التعطيل نقيض التشبيه. نعم. يعني ليسوا مدرسة واحدة. مثل الآن يعني كلهم في إيش سؤالك طيب؟ قضية الإثبات، قضية أن أهل السنة والجماعة عندهم قاعدة أنهم بين الإثبات والنفي. أي نعم، إحنا ذكرنا أن هؤلاء غلوا في الإثبات إلى أن وصلوا إلى التشبيه والتجزئة. غلوا هؤلاء في التنزيه إلى أن وصلوا إلى التعطيل. منهج أهل السنة والجماعة في الوسط، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله سبحانه وتعالى أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي فيه. فهؤلاء، وكما يقال والله أعلم، أن مقاتل ابن سليمان والتشبيه كان ردة فعل للجهم بن صفوان. هذا أخذ في التعطيل، هذا أتى ليثبت فأثبت إثباتا غلا فيه إلى أن وصل إلى ماذا؟ التجسيم. وهذه دائما ما تجدونها في كتب العقائد، أن البدعة تقابل بماذا؟ ببدعة. مثل الخوارج أتوا إلى الشخص مرتكب الكبيرة فماذا قالوا؟ كافر. وجدت ردة فعل معاكسة، قالوا لا، مرتكب الكبيرة مؤمن والمعصية لا تضر مع الإيمان. قال ما المنزلة بين المنزلتين؟ أين المرجئة؟ هذه إن شاء الله نأخذها في آخر الكتاب.
هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.